مرحبا بكم مشاهدينا. إذا نستقبل يوسف الآن. تفضل يوسف. موفق. مرحبا بك يوسف. الله يسلمك عباوش. كنت حواس واقل. جبت لكم معايا واحد البرد. على بالي بلي اليوم قالوا لي في الكواليس مدينة الورود على ما أظن. كنا في شريعة. بليدة الوريدة. الله يسلمك. دونك شريعة معروفة عند العائلات باللي المقصد رقم واحد كي يطيح الثلج وفي هذا الفصل بالذات. نروحوا نشوفوا السبت هذا واش الناس كيفاش تجوزت. نعم. إذا مشاهدينا نتابع. ليلة واحدة باردة وماطرة كانت كافية من أجل أن تكتسي جبال الشريعة حلتها البيضاء وتنشر البهجة بين مرتاديها من العائلات القادمة من كل أنحاء الوطن. نادا نادا يا أم لي عملك تعيش أسباب أسباب كتير أسباب. نادا دوك نشوفوا واش عجبها لهنا. يا باين بلي عجبك الثلج نادا. قولي لي واش عجبك. عجبني فل وجدام يا وده الدجال. فلج فلج عرفته. جدر مية عرفتها. بالصحة الثالثة والله ما عرفتها. وشنو هي الثالثة؟ كرميتي فلج عند بابا. بلا انت يا انسى خدام. انا عم وفي ميزك لهنا يا كيجي الواحد للشريعة وش يقدر ينحي من الخدمة. الشريعة حاجة حاجة شابة بزاف وبلاصة كفاش دايرة. هذه هي الأوروب. هذه هي الأوروب تاعنا نكذب عليك. ويعطيكم الصحة انتم ثاني دارك الوطن يعطيهم الصحة. بلادنا الله يبارك وخلينا من الحراقة. هاي بلادنا فيها كل حاجة وفيها كلش. لا بس انا شاب. انا انتيك. انا الحمد لله والله انا الحمد لله. بينما الثلوج تتساقط في هذه الاونه على مرتفعات شريعه قبضت على واحد اللي يكري واش باش براوط هذوك براوط براوط يسموهم البراوط. تعرفوا على اسمه نوفل. نوفل انت يا ما تخدمش تخدم غير كي يطيح الثلج. ايوا احكي لي كيفاش يجون الناس كيفاش يكريو كيفاش شغل. هنا عندنا مشتريه بزاف يجوا لهنا في منطقه الثلوج. انت تسكن هنا تولي شريعة. اه نسكن في الشالية. نعم. لا سلو سكي سكي وي وي تايبو تايبو تخيبو بي تايبو وي 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 فرام شلوة شالان شالان فرام شالان راجي دكتور تافا يلوبي دالي موسو تافا. رانيا واسمك؟ رانيا. مع من جيتي رانيا؟ مع بابا وماما واخواتاتي. ايه واش عجبك؟ عجبت النهاية للشريعة المرة الأولى اللي جيت ليها. قولي والله نوميديا تي في ماريا ولا سيرين؟ لا شكونتي؟ سيرين وتيا ماريا. ماريا منين جيتو سيرين؟ جينا من البوليدة. ايه كنتي تقراي؟ واش من سنة؟ سنة ثانية ابتدائي. وماريا؟ سنة تحضيري. تحضيري؟ زين حالة. واليوم السبت راكم مريحين، واش جيتوا ديروا؟ جينا نلعبوا بالثلج، حاطة، ماذا بكم تجوا تلعبوا معنا؟ حالة. حالة. وسيرين واش تقولي؟ جيت مع بابا وماما. صحة. جينا باش ندوزو الفاكونس خدامين نقراو جينا نريحو نلعبو بالثلج البرد. جينا اون فامي قاعدين ناكلو نجيو هكا نديرو دي تاب ناكلو نلعبو. ورغم ان الوصول الى اعالي الشريعة ليس في متناول الجميع الا ان الكثير فضلوا التوقف على قارعة الطريق واغتنام الوقت لقضاء نهاية عطلة ممتعة.